الحجاجي محمد رئيس جمعيه الامل لمرضى السكري بالمغرب. اليوم تنظموا هذه القافله الطبيه متعدده التخصصات بشراكه مع مقاطعه زواغه ومندوبيه الصحه والحمايه الاجتماعيه بعمله فاس لفائده ساكنه المنطقه الحضريه زواغه لتشمل حي بن سودا، حي المرجا، حي المسيره وزواغه. الان استهدفنا ما يفوق على 2000 مستفيد ومستفيده في واحد المجموعه ديال التخصصات اللي استفادوا منها ديال طب القلب والشرايين، طب السكري، طب الكلي، طب العيون والطب العام، مع اجراء واحد العدد كبير ديال التحاليل الطبيه بالمجان، مع تقديم واحد المجموعه ديال الادويه مهمه لفائده هذه الشرائح من المجتمع. كما لا يفوتني بالذكر ان اشكر جميع الشركاء المتعاونين لانجاح هذه القافله الطبيه، من بينهم رجال الامن والسلطات المحليه ورجال الاعلام وكل المتدخلين لانجاح هذه العمليه، وشكرا وتحيه جمعويه. اسماعيل جاي منصوري، رئيس مجلس مقاطعه زواغه. اليوم كتشهد المقاطعه ديال زواغه واحد قافله طبيه اللي بشراكه مع مندوبيه وزاره الصحه وكذلك جمعيه الامل لمحاربه الداء السكري وكذلك المجتمع المدني. اليوم كما كتشوفوا كتجي هاد القافله الطبيه مع تزامنا مع حلول شهر رمضان اللي تنتمنى ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والصحه للجميع. اليوم كما كتشاهدوا كاين واحد الاقبال كبير وكبير جدا، اولا لان كما كتعرفوا المقاطعه زواغه هي من اكبر المقاطعات على الصعيد الوطني وكذلك من ناحيه جغرافيا ولا من ناحيه عدد السكان، وهذه المنطقه اللي كتعرف يعني هشاشه بالنسبه للسكان ديالها، وارتئينا باش نديروا هذه القافله الطبيه باش نعطيو العنايه لجميع الناس اللي او المرضى اللي كيجيو ويقلبوا على اولا على داء السكري، كذلك امراض العيون، امراض القلب، امراض جميع الاختصاصات. ومن هذا المنبر كنشكر الاطباء وكنشكر الناس ديال وزاره الصحه اللي او المندوبيه ديال وزاره الصحه بمدينه فاس اللي قايمين بواحد العمل كبير وكبير جدا، وكذلك جميع المتداخلين في هذا الشان. المهم الحمد لله اليوم كما كتشوفوا التعبئه كبيره باش هاد الناس نرفعوا عليهم شويه العبء، وان شاء الله اللي عنده شي مرض يداوى منه، وكذلك كنفرقوا الدواء هنايا، كاين الدواء اللي اي واحد عنده محتاج بشي حاجه كيلقاها عندنا هنايا مجانا، وهذا هو المقصود او المرغوب من هاد العمليه. كما كنقول بان كتلقى واحد الاقبال كبير، كذلك ما ننساوش بان هاد الفريق الطبي اللي كيسهر على هاد القافله الطبيه الاكثريه كيعطي نصائح للوقايه من الامراض اللي حتى هي مهمه، نصائح كيفاش الانسان او المريض يتعامل مع المشكل اللي عنده. بهذه المناسبه كنشكر، انا كنعاود الشكر ديالي للفريق الطبي وكذلك السلطات المحليه اللي حتى هي قايمه بواحد الدور كبير، والسلطات المنتخبه والمستشارين والنواب اللي حتى هما واقفين كيديروا العمل ديالهم، وان شاء الله غادي تبقى هذه العمليه مسترسله بالنسبه لهذه السنه، وغادي يكونوا قوافل طبيه اخرى ان شاء الله اللي غادي يمكننا نشتغلوا عليها في اقرب الاجل ان شاء الله. وكنتمنى رمضان مبارك سعيد للكل المغاربه وعلى راسهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، الله يحفظه لنا ويخليه لنا تاج فوق راسنا. الله ينصر سيدنا، الله يشافيه، الله يعافيه، الله يخلي له وليداته ويخلي له مولاي رشيد وينصر سيدنا ويعطيه ربي الشفاء من عند الله. تنشكروا الناس ديال المقاطعه على هذه المبادره اللي داروا لنا في الحومه، والشكر للاطباء واللجنه التنظيم والصحافه، ويعني عناو بالناس اللي ما في حالهمش، الله يجزيهم بخير مع هذه الايام المباركه عند الله. وتنوجدوا الدعوه ديالنا لكل ما ساهم من قريب ولا من بعيد في هذه الحمله الطبيه، والشكر حتى للصحفي ديالنا ديال جريده اصوات. والله يبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي، الله يشافي الجميع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.